وانت تجري لما ايه وبعدين بقيت في عقر دارهم، يعني في قلب بيتهم. لازم بقى ادور على حاجه مهمه. انت إيه بقى هتقعد تتكلم من غير ما تدور؟ دور. ايوه دور في المكتب. ايه ده؟ ايه قلم؟ شوف ده قلم ما بيكتبش. جواز سفر للغابة. الغابة؟ جواز سفر للغابة؟ ده أكيد الأكيد ده مستند مهم جدا. أخيرا مش دغش جدع ممل ومزعج. أنا ما شفتش. عارف ليه عشو؟ كل كلمة يقولك إيه كله بحسابه. وأنا أخليه يتلم على دمه بس شوية، أقوله كله على الحساب، كله على النوتة، ما بيفهمش. هو ما صبرها هنا وخلاص. طيب
اللي بيدك غش اما وريتك وحرجع كله كل حاجة حرجعها هو مشوار صغير لحد الغابة ورجع كل الحساب حلو حلو بقى وغضنفر غضنفر الغابي يجي قافز على المعلم وكان حد طب اعمل ايه والناس الناس كلها بقت عينيها عليا لا والانكد الانكد تع الجدع الثعلب ده هو ايه اللي جابه هي ناقصه مش ناقصه هي مش ناقصه طب وين انا ايه اللي معادني هنا بقوم اقوم اشوف لي حل في المصايب اللي حواليا دي كلها خرج خرج وقفل الباب علينا ده ورطه لا ورطه ولا حاجه على راي المعلم رفاعي دي فرصه فرصة عشان أدور على مهلي أيوة هدور على مهلي يا سلام يا زب يا زغلول فرصة جميلة ليه أنت ده أنا جعان لا الموضوع ده كبر خالص ده كبر ولا حاجة الموضوع ده خطير يا معلم خطير بس مش هنتصرف إلا بعدين وبعدين ليه لما نجمع كل حاجة في ايدينا يا معلم طب ما كل حاجة في ايدينا هو تقريبا ايوة والاسد جميل لا جميل ولا حاجة ابتدى ينكشف الاسد مش لوحده يا معلم الزغبي مع عشوب بالظبط الزغبي بقى لما يرجع لنا بورق مفيد هنفهم كل حاجة بس احنا لازم نتصرف طبعا اكيد والاسد ده انا خلاص مش هلعب معاك لا يا معلم انت لازم تلعب معاه لا لا العب ولا حاجه ده يا استاذ الله انت مستغني عني ولا ايه مستغني عنك ازاي يا معلم بس لازم احطه في اختبار مش جايز كل اللي حصل ده كان بصدفه صدفه ولما اتكلم كان صدفه السلام عليكم اهلا 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 يا ابو الاخبار اهلا يا جوجو عندك خيال واسع يا استاذ مش كده يعني ابو الاخبار جه من الغابه طاير وانا بجري ووصلنا سوا هو كان بيجري بس انا بقى كنت طاير في الجو فوقه يا ابو الاخبار ايه في ايه شكلكوا كده في اخبار بعد اختفاء الاسد من يوم المعلم ما راح يتدرب في بلاد الزهور البيضاء الثعلب هو كمان هيختفي بالغابه ما يختفي يا اخوي يختفي من الدنيا كلها لا يا معلم فكر شوية بس الثعلب إما ينقذ الأسد أو إيه أو يقع ونعرف الحقيقة ما بنعرف ولا حاجة لا كله تحت السيطرة كله يا أخويا كله إيه يا أخويا أنا اتهدى حالي ومفيش حاجة بتحصل اللي بتعمليه ده شيء هام جدا واسمعيلي انت مش فاهمه دورك كويس لا فهمني يا اخويا احنا دلوقتي بنراقب مكتب عشوب ليه علشان اصيل قال كده بالظبط ليه بقى علشان في حاجه تهمنا جوه المكتب بالظبط زغبي جوه المكتب ومقفول عليه ولازم نراقبه ونراقب الداخل والخارج أيوة ليه بقى عشان ننقذ زغبي في أي وقت يحتاجنا طب يلا يا أخويا يلا اشتغل هو ده الملف كامل فيه كل الأسرار يا سلام عليك يا زغبي يا زغلول ايه مدرب مبهر كوتش رائع يا سلام مخبر سري ما حصلش ذكي ذكاء نادر دلوقتي الزغبي زغلول في ايده كل الأدلة والبراهين والإدانة زغبي زغلول ينادي زغبي زغلول
سلام. اخيرا اخيرا سمعتوني وانا قاعد انا داقول زغبي زغلول ينادي زغبي. ده انا صوتي راح وانا محبوس عند عشوب. ايه يا اصيل ده انا كنت اعرف شربة مية. زغبي انت بخير؟ خير. والخير ده هيجي منين؟ في حد يبقى محبوس عند عشوب ويجي له خير؟ ليه؟ عشان جعان. المهم لقيت حاجة مهمة. حاجة؟ حاجة ايه؟ قول حاجات ومستندات خطيرة يا اصيل. يلا بينا. يا اخوانا انا مش شايف حد. كلنا مش شايفين حد، بس مش معنى كده انه مش موجود. والله هو احتمال كبير ما يكونش موجود. ثم ايه اللي عرفنا ان كلام ابو فروة صحيح؟ با 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 انا ما اسمحش، ده اتهام. اتهام؟ اتهام ايه يا ابو فروة؟ معرفش، لكن اهو اتهام وخلاص. اتهام من اي نوع؟ اتهام بالجهل؟ بعدم الشوفان؟ باني مثلا بخرف؟ بابا لا 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 لا. المخطط ما يقصدش. المخطط قلق لاننا مش لاقيين عشوب. بس انا متاكد انه جه هنا. يمكن غير مكانه، وده جايز جدا لان المسافه بعيده بعيده خالص. انا بقى بعتقد انها اوهام، ودي رغبات العقل الخارج والعقل الداخل والعقل الباطن كمان. انت بتخرف تقول ايه؟ اه يا سيدي كلام سمعته، لكن انا اقصد بقى بالظبط انه تهيأله. يا جماعة صدقوني، عشوب جه هنا عشان هيقابل حد، والحد ده لو عرفناه يبقى قدمنا دليل واضح جدا ضده. على كل حال احنا مش منقولين الا لما نشوفه. يا ولاد الايه؟ طيب اهو انا بقى اللي مش منقول. بزازة اختفى. بزازة يختفي؟ يختفي ايه؟ ده لازم اتخطف. قولي لي يا معزوزة، هو اتخطف ولا اختفى؟ ما مش فاهمة. بدل ما تقعدي تمامي لسانك راح فين؟ تبخر. انا ما روحتش السيرك الليله اللي فاتت. انت بقى سمعتي ايه؟ بزازة اختفى، ابو فروة رايح عند قفص الاسد، ملقاش الاسد ولا بزازة. يبقى الاسد اكل بزازة. يا ابلة، مين اللي اكل الاسد؟ اتفضل يا استاذ، الملف اهو. اشوف يا زغبي. ادي الحقيقة تحت ايدينا يا اصيل. لكن الاسد هرب. هرب؟ الاسد هرب؟ طيب ماشي، لكن بزازة الفيل يا اصيل هرب معاه؟ اقصد الاسد اختفى. وبزازة اختفى؟ يا استاذ عرفان، انا اعتقد، يعني اعتقد، وده اكيد الاكيد، ان الاسد خطف بزازة وهرب. واكيد الاكيد. طب ازاي؟ ها ازاي الاسد هيخطف بزازة؟ هياخده على ظهره ويجري؟ ها هيسحبه ويجرجره من ديله؟ يا استاذ انت متضايق قوي. ها جدا 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 متضايق جدا 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 جدا. انا مش متعود منك كده، لازم تكون اهدى شوية عشان نعرف نفكر. كل الاوراق تحت ايدينا، واكيد الاكيد عشوب بيشتغل مع دغش. ودغش وعشوب بيشتغلوا مع الاسد؟ وكلهم بيشتغلوا مع الثعلب المكار ونمر النمور. والاسد جميل اكيد الاكيد هو الاسد الغضنفر، والمعلم راح يتعلم ورجع ومعاه غضنفر. خطه محكمه، لكن ازاي يخرج الاسد ومعاه بزازة؟ اظن يا اصيل دي لعبة اتلعبت على بزازة وسحبوه معاه. مش جايز بزازة هو اللي عمل كده في الاسد؟ ياخد الاسد يهربه. اما ذكاء ما
امال يعني بزازة اتخطف ومن وسطنا؟ ايه عبقري، عجبتك الحكاية؟ طبعا طبعا. الله يخليك كمان مرة تاني. اشجيني دي سبع مرة يا داغة، شرحامني هو اكل بيتاكل هو راقة؟ كله بحسابه، كله على الحساب. شوف بقى، ايوه فضلت اجري وهم يجروا وراي، انا اجري وهم يجروا وراي، اجري وهم يجروا وراي، لحد ايه هوب ما اختفيت. بقوم ايه هم اللي بيجروا وانا اللي بجري وراهم. حلو 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 حلو. وبعدين وبعدين ايه، استنى اما اقعد عشان اخد نفسي. قال وبعدين انت ايه ما بتشبعش؟ وبعدين وبعدين يا سيدي فضلت اجري لحد حدود الغابة. وقابلتوه؟ قابلناه. هو مين اللي كنت رايحين تقابلوه؟ ايه؟ لا. واتكلمتوا عن الاسد؟ ايه؟ لا. منك انت يا مكير يا مكير. وعملتوا خطة تنقذوا بيها الاسد؟ لا. المعصر بفلك الكعب يوصل إلى السلك الكبير. اللي بيجرى ده ليه؟ بنحلم ولا إيه؟ البس طرطور يا حضرت، البس بيره يا بيه. كل ما في السلك طرزان، كل ما في السلك تنان. ثم وإنه بالمرة كمان الجالس في الصف يعمل فارس، يلعب ألعاب صعلك، يقبض أتعاب التهلكة، يتعب أعصاب المملكة، وبطل المسرحية برواية الضحية. قالك بعد التحية الدنيا إلى سلك كبير. يا للهول ويا حضرة الجمهور، من بعد مساء النور في السيرك سوف نشاهد كل العصور. الشكل ظريف وانتو انت غريب، بس انت عليك كل المصاريف. بس القصة ناقصة رقصة، صاحبتها غنية عن التعريف. والواقع الواقع الواقع، هذا العرض الرائع من بكرة، وعن فكرة سيعود ويعود لينافس شيكاغو واستوديوهات هوليوود. هوبا هوبا هوبا، هتروح فين أوروبا جنب أصيل الخطيب السيرك الكبير. استنونا رح تشوفونا.